الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الكرام، الحوض موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الكريم المبارك ضمن حلقات بلاد الأفراح. فيوم القيامة أيها الكرام يوم عظيم، فيه من الأهوال ما فيه، وفيه من الكربات ما فيه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ففي هذا اليوم العظيم يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويؤتى بجهنم. وهنا يصيب الناس من الهم والغم ما يصيبهم، بل ويصيبهم من العطش الشديد ما يصيبهم. وهنا تتجلى رحمة الله جل وعلا، تتجلى رحمة الله في تلك الأحواض التي يعطيها ربنا جل وعلا لأنبيائه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا. أي كل نبي يتباهى بأعداد أمته. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني أرجو الله جل في علاه أن أكون أكثرهم واردا. الحوض موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متقدمنا وسابقنا على الحوض. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم ومتقدمكم. فمن ورد علي شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا. الحوض موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم، طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وما بين زواياه كما ما بين الكعبة وبيت المقدس. الحوض أيها الكرام موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم، ولم لا؟ وهو يستمد ماءه من نهر الكوثر في الجنة، ذلكم النهر الذي أعطاه ربنا جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل جلاله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فماء الكوثر وماء الحوض ماء واحد، لكن أحدهما في الجنة والآخر في أرض المحشر. يقول عليه الصلاة والسلام: عليه ميزابان، أي على الحوض ميزابان يضخان ويصبان فيه الماء، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. يصف صلى الله عليه وسلم لنا هذا الماء، يقول عليه الصلاة والسلام: ماؤه أشد بياضا من اللبن، أحلى مذاقاً من العسل، أطيب ريحاً من المسك، ولآنيته بعدد نجوم السماء
يقول صلى الله عليه وسلم: وإني لأرد الناس عنهم، أي أبعدهم، أي من غير المؤمنين، من غير أمة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وإني لأرد الناس عنهم كما يرد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: أو تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: نعم، إن لكم سيما، أي لكم علامة، تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء. فمشهد الحوض أيها الكرام مشهد عظيم يفرح به المؤمنون ويسعد، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم على الحوض، والملائكة أيضاً تتلقاهم هناك لتبشرهم وتطمئنهم. فيرد المؤمنون ليشربوا من هذا الحوض شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. لكن قال عليه الصلاة والسلام: وليردن علي الحوض أناس أعرفهم ويعرفونني، فيحال بيني وبينهم، فأقول إنهم مني، أي اتركوهم، إنهم من أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام عندها: سحقا سحقا، بعدا بعدا. لذا أيها الكرام، علينا أن نتزود من هذه الدنيا بالزاد الذي أمر به ربنا جل جلاله، بزاد التقوى. قال جل جلاله: وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. علينا أن نحرص كل الحرص أن نقتدي وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل جلاله في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علينا أن نحذر من هذه الدنيا. حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الأخير الذي توفي فيه واشتد عليه المرض، خاف المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أيها الناس، كأنكم تخافون علي، أي كأنكم تخافون علي من هذا المرض. أيها الناس، موعدي معكم ليس الدنيا، موعدي معكم على الحوض. أيها الناس، والله كأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. لذا أيها الكرام، علينا أن نحذر وألا نركن وأن نغتر بهذه الدنيا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بل علينا أن نحرص كل الحرص أن نكون مع الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون من بعد أمراء، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فإنه مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
فنسأل الله جل في علاه أن نكون من عباده المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض لنشرب من الحوض شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.